رنا هنيني شو عملت؟ بعد ظهر هلا من عند مدير المحل حب صوتي كتير. رنا انا عم غني كنت عم فكر فيكي. حبيلي غني 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 وخلي صوتي يوصل للسما. حبيبي انت. انت حبيبي. بتعرفي يا رنا انا ما قلي صوت اذا انا وياكي ما كنا سوا واذا ما كنتي حدي. واخيرا الحلم رح يتحقق. تتذكري من كم يوم لما قلت لك انه حبيب صير مشهور وحلمي صير مشهور وصير بدي راغب علامه وقت جسار؟ وضحكت انا. هي ما تضحكي لانه المشوار شكله بلش من اليوم. بتعرف رح اعمل بكره الصبح اول شيء؟ شو؟ رح اروح لعند عمتي ليلى وخبرها انه ابن خيك رح يغني ورح يعمل كل شيء انت ما قدرتي تعمليه. ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله. رنا انا بحبك. بحبك 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 بحبك. شحادة شحادة يا رب رحمت بيكم فرشيني. رد علي شحادة شحادة رد علي شحادة شحادة رد علي شحادة. ايه رنا فات بليز صار شي كتير بشع. شو في رنا البابا وشي؟ لا شحادة ضربته سيارة. طيب روقي روقي ما تبكي انت. شو صار له؟ صار له شي يعني؟ فات بليز عم تقول له خط مسكر ما بعرف شو بدي اعمل. طيب وين عمل الحادث؟ ما بعرف شي محلهم بالمنطقة. طيب انا هلا بشوف شو بعمل. فادي شو في؟ هذا شحادة ابن جيراننا قال ضربته سيارة. طيب طيب غازي طمني بليز شو بيصير معك. اوكي شو قال لك؟ نقلوه على المستشفى بس حالته مش منيحة. الله يساعد اهله. هلا شو بدهم يعملوا؟ مش بعرفنا. لا ان شاء الله ما بيصير له شيء. تذكر بعد حادث البابا شحادة كان عمره تقريبا 8 سنين وكان شيطان كتير بس كان فنان صوته كان حلو. كانوا قدوا هو ورنا. انا قلت انه اولاد صغار عم يلعبوا بس كبروا وظلوا معلقين ببعض. شو حلو؟ حلو ما بعرف قديش حلو صراحه لانه في فرق بيناتهم. مثل شو؟ مش حدا بيو ما خليه يكمل علمه بده يضل قاعد حده بالدكان ويساعده كل الوقت. بعد في ناس هيك؟ والله الظاهر انه في ايه في بيو لشحادة عشان هيك ما كان بدي رنا تتعلق فيه. ما فيك تضلك خايف على اختك مين راح تحب. هلا المهم يصير منيح يا ام شغله.